بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنشوف مع بعض ازاي اربط اكتر من عنصر مع بعض. يعني دلوقتي لو انا عايز اربط حيطه مع عمود بستخدم امر شويه، طب لو عندي مبنى كبير جدا فيه عناصر كتيره فهياخد منه وقت كتير جدا، ممكن ساعات عشان اقعد اعمل الموضوع دوت. ففي طريقه ان انا اعملها بالدينامو اوتوماتيك. هقول له انا عايز كاتيجوري وول اليمنت اوف كاتيجوري اهوت، ابدا اشوف ايه العناصر اللي انا عايز اربطها مع بعض. يعني مثلا اهم حاجه بالنسبه لي مثلا الول تمام. ايه تاني اللي ممكن احتاجه؟ مثلا الفلور، فاخد دي كده كوبي واقول له هنا انا عايز الفلور. طيب ايه التاني اللي انا ممكن احتاجه؟ مثلا الكولوم او ستراكشر كولوم، ستراكشر كولوم هو هنا الكاتيجوري بيجيب كل حاجة بالتفصيل، ف اهي structure column. طيب ايه اللي ممكن احتاجه تاني؟ مثلا السيلينج، وهكذا. تبدأ تشوف ايه العناصر اللي انت محتاجها. هبدأ الحاجات دي كلها ابدأ اضمها مع بعض، هستخدم امر list join. اهوت تمام. طيب انا عندي دلوقتي واحدة بس بتطول اربعة، فاقول له زائد زائد زائد. أول واحدة بيسموها صفر، فعشان كده هتلاقي رقم تلاتة هو الآخر أهوت بالشكل دوت تمام. أنا كده بقى عندي ليست جوين، عايز بقى أبدأ أحط أخليهم كلهم حاجة واحدة، فأقول له هنا جوين جيومتري. دلوقتي عشان نضيف جوين جيومتري لازم أخش على باكج، أعمل سيرش على الهوت جير وأعمل لها داونلود. داونلود بعد كده هاجي هنا أقول له جوين جيومتري. كل اللي انا هعمله ان انا هضيف ليست جوين الجوين جيومتري، هيبدا ياخد كل العناصر اللي موجوده في المشروع يبدا يعملها جوين، الوول مع السيلينج مع الاستراكشر مع الفلور كله يتم في مره واحده.